الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. تحياتي لكم، اهلا وسهلا. نصف نهار وسبع دقائق، هذه استوديو الوطنيه متواصلين معكم من توا حتى الماضي ساعتين غير دارجين كالعاده. عود على اخر الاحداث وتطورات الاكتواليتي في بلادنا وضيوفنا في ساعتنا الثانيه. نستقبل كل من الخبير في السياسه الفلاحيه فوزي الزياني وعضو الغرفه الوطنيه لمصدري زيت الزيتون التابعه لمنظمه الاعراف رؤوف مقديش. طبعا نحكيو على زيت الزيتونة، صابة زيت الزيتونة اللي من المفروض السنة يقولوا عنا صابة، علاش الأسعار غالية، علاش نسمع في لتر بخمسة وعشرين، 22، 20. تفاصيل هذه كنا نرجعوا عليها تباعا مع ضيوفنا في ساعتنا الثانية مباشرة بعد أخبار الماضي ساعة. في ساعتنا الأولى رئيس الجمهورية يتحدث عن استياء عميق في صفوف المافيا من الغيث النافع وفسقية الأغالبة. أعلن الرئيس قيس سعيد أنها سيتم وضعها تحت إشراف الهندسة العسكرية، هذا طبعا في زيارته الغير معلنة البارح لصفاقس وأيضا لمدينة القيروان، من كان في زيارة إلى هنشير الشعال وبير علي بن خليفة. التفاصيل هذه كلنا نرجع عليها تباعا بالبونت العريض وفي عينك على الإدارة. نرجع على شيك الضمان اللي تطلب فيه المصحات الخاصة على المرضى، شيك الضمان اللي هو ممنوع قانونا، إلى متى سيتم التواصل العمل به، علاش نطلبوا شيك دو غارانتي في 5 ملايين أقل أكثر. تفاصيل هذه وغيرها نرجع عليها تباعا في عينك على الإدارة مع فيصل شابو. تحياتي، أهلا وسهلا بيصل ترجمان. تحياتي ليك ولكافة متابعي إذاعتنا الوطنية. أهلا وسهلا رفيق دريدي، مرحبا. مرحبا زينة، مرحبا بيصل، مرحبا لكل المتابعين على الإذاعة الوطنية التونسية. وهبي الواعر في الإخراج، رفيق دريدي في الإعداد، زاهر بن حميدة أمننا لايف ستريمينج، كوميونيتي مانجر محمد علي النصري وفاطمة العبار في التنسيق. تحياتي ليكم. توت سويت راجعين بأكثر التفاصيل في الأحداث. بس الترجمين قبل ما نطلعوا في ثانية مش نطلعوا نستسمحكم نرفع الأذان، لكن نحكيوا على رقمنة المنتجات، خاصة المنتجات المدعمة اليوم اللي تمشي للاحتكار وللمضاربة وغيرها، حيث نتصدوا لها بالرقمنة. كيفاش لقيتها؟ باعتقادي خبر جيد وأمر مهم جدا أن يكون هنالك خروج من الآليات التقليدية إلى آليات الرقمنة، هكا نجم نحاصل قدر المستطاع عمليات الاحتكار والتهريب وما تبعها من قضايا يمكن أن تؤثر على راجعين بأكثر تفاصيل. بس الترجمان نستسمحكم نرفع لحضراتكم أذن الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رفعنا إلى حضراتكم أذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. هذه استوديو الوطني، نذكركم متواصلين معكم كالعادة حتى ماضي ساعتين غير درجين، عودة على آخر التطورات. نرجع بالتفصيل على رئيس الجمهورية زيارته بالتحليل لهنشير الشعال وبير علي بن خليفة بولايتي صفاقس ومدينة القيروان، زيارة الغير معلن البارح اللي رئيس تحدث فيها على فسخية الأغالبة وأعلن وأنه باش يتم وضعها تحت إشراف الهندسة العسكرية. أيضا تحدث عن استياء عميق في صفوف المافيا من الغيث النافع. التفاصيل هذه نرجع عليها بالتدقيق تسويت بالبونت العريض مع رفيق دريتي. بالبونت العريض، مرحبا من جديد زينة وباسل، مرحبا لكل المستمعين. وانكشف الفساد وسوء التصرف والإخلالات في هنشير الشعال، نحكيه على ثاني أكبر ضيعة لزيت الزيتون في العالم. قرابة 400 ألف شجرة منجل الزيتون موجودة في الهنشير هذا ككل، اللي كان البارح محطة من محطات زيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأثناء قيامه بجولة في مختلف الأرجاء هنشير الشعال أكد كونه مش بش يتم التفريط في هنشير الشعال كما يتم التدبير لذلك، وبش يتم تحميل المسؤوليات لكل من قصر في عمله. رئيس الدولة أشار لوجود فساد مالي وإداري في هنشير الشعال، سواء على مستوى سرقة قطاع الغيار وتسجيل تراجع معدل الإنتاج السنوي من زيت الزيتونة، وقال أنه فما زاد استياء عميق من المافيا من الأمطار اللي كانت تهطلت في المدة الأخيرة. فساد المالي والإداري في مستوى سرقة قطاع غيار موجود، المحروقات أيضا فساد ممارس، تراجع معدل الإنتاج السنوي لزيت الزيتون من 100 إلى 40، تراجع القدرة التشغيلية فضلا عن المناولة، تراجع عدد رؤوس الأغنام من 4000 إلى 2000، الأبار لم يتم جهرها منذ سنوات، جهر الأبار ما تحتاجش الرخصة والبكر موجودة، معنا فما العملية سطو ممنهجة من قبل الأشخاص. الأخرى تقول على انتقلت من مكان إلى آخر من بلاد إلى آخر، اليوم كل واحد باش يتحمل مسؤوليته، وفي أي قطاع وصل حرب تحرير تونس من كل اللوبيات، وكل واحد يتحمل مسؤولية كاملة، كل واحد ياخذ حقه، كل واحد ياخذ حقه، واللي استولى على مليم واحد من أموال الشعب التونسي أو تسبب في الوضع اللي هو آلة إلى رجال شعب يتحمل مسؤولية كاملة. اللي بلغ على الفساد، فما عدد منهم اللي بلغ على الفساد ولا هو المفسد؟ فما اللي استاءوا من نزول الغيث النافع، لأن يعني بالنسبة لهم كانوا مدبرين باش يفرطوا فيه. استياء عميق في صفوف المافيا من الغيث النافع، لأنه مش نافع بالنسبة لهم. لا، شفت المساحات وشفت الزيتون محروق على جنب هذا، وجنب هذا لا، المطر تصب لهنا هذا محروق وهذا مش محروق. هنشير الشعال حوالي تقريبا 400 ألف شجرة منتجة للزيتون، من أكبر الهناشر متاع الزيتون، هو ثاني في العالم. دايغ هو ثاني أكبر غابة زيتون في العالم هنشير الشعال، المساحة الكبيرة متاعه وغيره، هو من المفروض على ملك الدولة التونسية تحت تصرفها وإدارتها، من الجني إلى المتابعة الفلاحية إلى تحويل الزيت الزيتون إلى زيت زيتون، لكن يعرف عدة إشكاليات. بس الترجمان ما دعا البارح رئيس الجمهورية أنه يتحرك يزور، وتحدث عن الفساد وعن الناس اللي استئت من الغيث النافع باش شجرة الزيتون تطرح أكثر ما يمكن من كمية زيت زيتون. يعني للأسف مرة أخرى رئيس الجمهورية يتنقل ويقوم هو بدور كاشف وفاضح هذه العصابات التي تنهب وتصنع الفساد في تونس. نحن حكينا في هوني في الاستوديو متاعنا على اللي تغشوا من الأمطار، واللي كانوا مش عجبتهم واللي قالوا انها تسببت في فيضانات وتسببت والى اخره، وبالتالي هذا يؤكد اللي قالوا رئيس الجمهوريه، يؤكد اللي كنا نحكيه فيه. الحاجه الثانيه اليوم اللي هي انه يعني كان هنالك عمل ممنهج من أجل أن يقود الفساد إلى التفريط في هنشير الشعال.
تفريط للخواص كما كما فرطوا في اشياء ما يعني قريبه برشا باهميتها من نشير الشعال بالضياع الفلاحيه بأملاك الدوله. نشوفوا فضيحه استاد المنزه, نشوفوا كل فضيحه هذيك. نشير الشعال اللي يرجع تاريخه ل 1920 اللي واللي لليوم رغم كل الصعوبات هو من ثاني اكبر غابات الزيتون في العالم اضافه الى ضيعه كاليفورنيا الامريكيه, ونحن نفوتوها اكثر بعدد الضيعات. هو مقسم فيه تقريبا 22 ضيعه شجرة, وبالتالي تضم تقريبا كل واحده فيها من 20-25 ألف شجره زيتون. وبالتالي رئيس الجمهوريه عندما وتحدث بكل صراحه قال لك فما فساد, يعني هل يعقل 37 تراكتور يتباع ب 167 مليون تسوم التراكتور اكثر من 167 مليون هل يعقل انه عن تقريبا التراكتور ب 4 ملايين ونص 4 ملايين ونص يعني شيء لا يصدق. نحن قاعدين نشوفه اليوم في ان رئيس الجمهوريه يقود حربا بمفرده على الفساد. انا نحب نسال الناس اللي تعرف وضعيه هنشير الشعال, الوزارات اللي تابع لها, يا اخي ما في بالهمش باللي قاعد يجرى. حقيقه امر محبط, انا نحكيها بكل صراحه. كيف يعقل انه هنشير, نحن رينا عمناول حبوا زيت الزيتونه يتباع ب 27-29 دينار للمواطن, وقت رئيس الجمهوريه هبط الزيت المدعم ب 15 دينار زيت الزيتونه للمواطن من نوعيه ممتازه. نعم واضح. كان هوني السؤال انه يجب ان تمنع تونس من ان يكون هنالك تكرار للموضوع هذا, خاطر الزيت هذاك هو اساسا من هنشير الشعال. هوني السؤال المهم, ديوان الزيت, الناس اللي مسؤوله في مناصبها وهنشير الشعال يعود لها للفساد هذايا الكل, هل يعقل انه الابار ما تتجهرش؟ يا اخي تحبوا خاطر الكلفه تتكلف, ولكن مداخيل الهنشير انا عندك برشا حلول اخرى. نعم مداخيل الهنشير, مداخيل الهنشير من بيع زي صابه زيت الزيتون باي سعر مهما كان قادره انها تكفي كل عمليات الاجور والاصلاح وزراعه الزيتين وتطهير عندك ثلاثة معاصر للزيت حديث المعاصر هذه, وتتولى التحويل اكثر من 300 طن زيتون في اليوم. نعم, وبالتالي هون تطرح الاسئله, من هو الذي قام بصناعه كل هذا الفساد, ولماذا لم يتم الحديث عن الموضوع هذايا الا عندما ذهب رئيس الجمهوريه ليتحدث عنه؟ هوني انا نوجه الاسئله. هذا الهنشير تابع اي وزاره؟ المشكل الرئيسي اليوم بالاساس في الهنشير اللي نحكيوا عليه بس الترجمان مركب الشعال اللي فيه انعدام تشبيب الغابات هذه. نعم هذا هو اكبر واهم مشكل, نسبه قليله دايوغ ما تفوتش الالف هكتار, بقيت الهكتارات نتاع الهنشير شيخوخ. نعم الزيتون في حال شيخوخه, زيتونات كبار ما تمش تشبيبها, ما فماش لا متابعه فلاحيه حقيقيه لا دقيقه لا حتى شبه دقيق. شوف مهملة معناها اي شوف هو عملية إهمال ممنهج, خاطر الزيتون وقت يولي مهمل, خاطر الزيتون وقت ما يتمش قص وزبر الأشجار نتاعه والشطبة هذه تجيب فلوس ما هي فلوس راهي تتباع, خاطر تتباع بمبالغ كبيرة برشا. هوني هذايا الفساد اليوم حقيقة. أنا نحمل كل وزارات اللي عندها علاقة مباشرة بالموضوع هذا المسؤولية. يجب بحث اليوم أطراف الإدارة العميقة في تونس من يعادوا رئيس الجمهورية عليهم أن يغادروا مناصبهم. هذا كلام نقوله ونتحمل مسؤولية. معقول هنشير الشعال يصير فيه الفساد هذا كله حتى حد لا في باله؟ أين الدولة؟ وين الوزارات؟ وين الوزراء؟ وين المسؤولين؟ فما حاجة غلطة في الموضوع. أنت تقول يعني الإدارة, نرجع مجددا, هل الإدارة العميقة اليوم تسيطر وهي وراء الإشكال هذا؟ أم كما كنت تقول هذا ممنهج وفما ناس ما تحبش تخدم ربما عن سهو وعن تتكاكير اللي هو لهدف أو لسبب أو لآخر؟ شوف لا توجد صدفة في هذه المواضيع. أي عملية هدم استاد المنزة وهدم القبة والمسبح وإلى آخره كان مشروع يراد بيع تلك الأراضي إلى شركة بناءات غير تونسية باش يبنيوا تونس الجديدة. نعرفوا الكلام هدايا. اليوم هنشير الشعال وقت يتم إهماله بالشكل هدايا باش يتم بيعه فيما بعد بالمليم الرمزي أو بأسعار رمزية لناس تقوم بنهب ثروات البلاد. هنالك تفاهمات ما بين عصابات وما في أثر الرئيس وقت يتحدث عن التحرر الوطني يتحدث عن تحرير ثروات تونس من أيدي تلك العصابات التي تريد نهب, خاطر وقت الهناشر
تولي الزيتون قديم زيتون كبير في العمر ما عادش ينتج، يولي يبيعوا الهكتار بخمسة آلاف وبعشرة آلاف وخمسين دينار. ولهنا نرجع نربط بين كلامك وكلام رئيس لجنة التشريع الحمسي القراري بالبرلمان اللي تدخل معنا البارح في الساعة الأولى واللي تحدث وأشار بشكل مباشر إلى موظفين وتحدث عن الإدارة، حزب الإدارة، حزب الإدارة الفاسدة. يقول لك اليوم هذيما لازم محاسبتهم حزب الإدارة اللي وين تمشي باش تلقى عملك بلوكاج باختو. شوف هوني اليوم لا يمكن أن تكون هنالك انطلاقة حقيقية لاستعادة السيطرة على الثروات الوطنية التونسية اللي منها ثروة زيت الزيتونة. زيت الزيتونة في تونس عندنا 100 مليون شجرة. اليوم لا يمكن الحديث عن ذلك طالما لم يتم تطهير الإدارة التونسية من الفساد المعشش في وسطها. على خاطر الفضيحة اليوم أنا نقولها فضيحة ونتحمل مسؤوليتي في الكلمة وما عندي حتى إشكال، الفضيحة اللي كشفها رئيس الجمهورية في هنشير الشعار دليل عميق على حجم الفساد الذي أصبح مستشري. أنا قريتها البارحة على الفيسبوك، قالوا كنا كان في بالنا عنا دولة فيها شوية فساد، طلع عنا فساد فيه شوية دولة. مش معقول الكلام هذا. وفي إطار مواصلة الحرب على الفساد ومكافحة الفساد اللي هي حرب وكما قال رئيس الجمهورية حرب شرسة ستكون وفيها نفس طويل. نعم. نجم تكافح ما تخل. ولكن أنا ندعو ما تراكم السنوات بس. نعم. يعني هوني سؤالي أنا، من سيكون إلى جانب الرئيس ضمن الإدارة ضمن مؤسسات الدولة في الحرب على الفساد؟ خاطر هذا الموضوع نحن كصحفيين نحن كإعلاميين نحكيه على الموضوع، ولكن حقيقة الفساد اليوم هو داخل المؤسسات الدولة، هنشير الشعار تبع الدولة، وبالتالي من هو المسؤول؟ لماذا وأهمل من طرف مسؤولين في الدولة؟ نعم نعم، وأهمل يعني عن سبق إصرار وترصد من أجل أن يكون هنالك نهب للمال العام وإفلاس يعني ما يمكن أن يتحقق للدولة من مداخيل من وراء هنشير في الحجم هذاك غابر، يعني هو أكبر من هنشير، هو غابد ثاني أكبر غابد زيتين في العالم. وي وهذا هو باش نرجع نحكيو على زيت الزيتونة، تسعيرات الأسوام وغيرها. علاش زيت الزيتونة تحكي على الأسعار مرتفعة رغم أنه صابة كبيرة سنين بين 25-22، هذه الأسوام اللي قاعدين نسمع فيها قبل بمدة سمعنا حتى إمكانية ربما تولي شي لتر ب 10,000، بعد فجأة ولينا نحكيو على 25 دينار لتر. تفاصيل هذه نوصلوها في ساعتنا الثانية على زيت الزيتون مع ضيوفنا في الانترفيو. في الأثناء نوصل معك بالبنت العريض رفيق دريتي. نوصلوا زينة ونمشيوا للمحطة الثانية. البارح لرئيس الجمهورية قاسي سعيد اللي كانت مدينة القيروان ربيعة الثلاث وبالتحديد معلم فسقيات الأغالبة اللي كان زاروا رئيس الجمهورية البارح، ونذكره هوني أنه فسقيات الأغالبة تشهد حالة من الإهمال والتهميش، وهذا كان انتقده رئيس الجمهورية قاسي سعيد، وكان أعلن كونه باش يتم وضع فسقيات الأغالبة تحت تصرف الهندسة العسكرية للقيام بتهيئتهم. كل حال الحمد لله تم إيجاد التمويلات اللازمة بالنسبة للفسقيات وباش يتم وضعها تحت الشرف الهندسة العسكرية، وانتهى الأمر. يعني هذا عبث عبث والحيط الصور اش يحبوا معنا دراسات يجيبوا له دراسة الواش يجيب خبراء جانب. لا لا مش طبيعي، معنا ممكن رأيت تبنات 10 فسقيات أخرى ولا حيط طايح شنو يرسم وينهم من الكاتب العام للبلدية بالنسبة للحيط باش يتيح شنو باش يحب له ولا لا بالمندوب الجاه والثقافة شنو قاعد ينام. هي المتفقدة جاية وهي للتراث هي للهير المتفقدة حيط معنا شو اللي يلزمه معنا اللي بشارسة هي بروتكسيون مش طبيعي ما يلزماش دراسات ولجان وخبراء ترميم وحياة في سقيات الغالبة ومحيطها المباشر. دقيقة فقط زينة بسور مدينة القيروان، ذكروا أنه كان شد حادثة في آخر سنة اللي فاتت أسفرت على وفاة حسما ذكر 3 عمال الله يرحمهم، ويبدو أنه من وقتها الأمور بقيت كما هي في سور مدينة القيروان اللي وقتها كان يشهد عملية ترميم. أشغال ترميم جمع عقبة وفسقيات الأغالبة من المفروض اللي باش تنطلق، وسمعنا اللي هي انطلقت ديجا في 2024 حسب الكلام اللي سمعناه سيتم الترميم وغيره، ثم ما صار حتى شيء إلى حين زارها البارح رئيس الجمهورية. جيني غالما وقتش تتنظف هي فسقيات الأغالبة يعني من المولد النبوي الشريف إلى المولد النبوي اللي بعد يدحيوا الدبابز يهبطوا فما بطو صغير لوح فهمتني يهبط يدور يلم الدبابز وشوية وسخ وانتهينا من الموضوع. يعني إنسان سمحني لوح دبو زمان في فسقية أغالبة أي لوح كلهم لوحة غريب صراحة غريب لا كلهم لوحة دبابز بلاستيك
واضح؟ واصل بس. شوف يعني واحدة من ملفات الفساد الكبيرة للأسف الشديد هي مدينة القيروان. اللي مش نوقف على فسقية الفساد فسقية الأغالبة على جامع عقبة بن نافع على المستشفى السعودي في القيروان. كل هذا اللي تقدمت أشغاله بشكل كل التعطيلات هذه كانت ممنهجة من أجل أن لا يكون هنالك مناطق داخل في المناطق الداخلية يطابها العيش. أنا نحب نسأل سؤال يعني طرحه السيد رئيس الجمهورية، قال جايبين خبراء من برا باش يشوفوا فسقية الأغالبة من إيطاليا بالتحديد. مش فسلك علاش قالها كيكا، لأنه أعطوا أبيل دوفر لستة مكاتب دراسات من برا من الخارج ستة، ومن بعد ما صار حتى شيء يستناه وعملوا الابيل دوفر، ومن المفروض اختاروا المكتب اللي يتحدث عليه. وتحدثنا نحن في الاعلام وانه سيف رسيت على واحد من العروض الستة ثم توقف كل شيء الأمر. وبالتالي اليوم فما حاجه نجمو يعني نعتبروها من مفاخر تونس، على خاطر للاسف الشديد ولا عندنا انا حقيقه عن حاجه توجع القلب، انه كان المهندسين والخبرات الهندسيه التونسيه تعتبر خبرات مهمه وكبيره وعندها اسم في العالم. اليوم للاسف الشديد المؤسسات الخاصه والشريك والحكوميه، اليوم وقت رئيس الجمهوريه يعتمد مره اخرى على الهندسه العسكريه، دليل ان هنالك خلل ما في الوزارات. كي نقول الهندسة العسكرية يعني سرعة النجاعة يقول يعطيك الكفاءة المهنية كما كان صار في مسبح البلجدان. نعم راهو نكملوا في الديدلاين كذا، هذاك هو 28 مارس كانت طلقة الأشغال، تحل المسبح البلدي نهار 21 أكتوبر. أنا نعتبر إنه اليوم نحن أمام تجربة مهمة وإن شاء الله تتطور، إنه تتحول مؤسسة الهندسة العسكرية إلى مؤسسة قادرة على إنجاز المشاريع في تونس، خاصة إنه التمويلات موجودة. خير ما تمشي التمويلات ذات اليمين وذات الشمال وكلها تكون مشاريع فاشلة ومشاريع معطلة ومشاريع ما تنجحش. اليوم نجاح الهندسة العسكرية نحيوهم الكل جنود الوطن في إنجاز مسبح البلفيدير. اليوم ولو فسقية الأغالبة مش مجرد فسقية ولا خاصة، معلم أهم معلم مائي تاريخي في العالم الإسلامي، بين تشيد تم بين 860-862 أيام حكم الأغالبة اللي تزيد القيروان بالماء. علاش؟ خاطر معروفة القيروان من أكثر المدن هذاك اللي تشد السخان. اليوم في الوقت وفي الأثنين نحن ما حكينا عليه، وربما حتى الإعلام رانا مقصرين باش نخدموا ونحكيوا على المعالم هذه. ما نتذكر في 2023 نوفمبر 2023 والمقال مازال موجود، صحيفة العين الإخبارية جاوا لتونس بالذم ومشيوا عملوا ريبورتاج رائع جدا على الفسقية القيروانية، ورجعوا حتى خذوا خبراء كشفوا تفاصيل تقدم أقدم تكنولوجيا لتجميع المياه في تونس. نعم. معنى تكنولوجيا متطورة. هو يرى في ذلك الزمن من أجل. فعلا. أوكي. ونحن هوني بفضل الفساد. وإهمال حتى الموظفين عندهم دخل. والإهمال ولا مسؤولية. اللي يجي يتعدى يطايش كما كان نسألك. نعم. رفيق. أنا أغريب. يعني حقيقة. بلاستيك في فسقية. والله النجم نعملوا حاجة بسيطة بعد. من القرن التاسع الميلادي. نعم. معناها أنت سامحني الفونتانا دي تريفي مثلا في روما الإيطالية. ما نصورش أنا كون يجي إنسان مواطن في إيطاليا يطايش دابوزا ما في. يا سيدي بسيطة برشا، أنا نطلب من السلطة البلدية اللي قاعدة في القروان تحط دي كاميرا، كل واحد يلوح دابوزا بلاستيك صوروه وعملوا لخطية بخمسين دينار، على خاطر هذيك هي جريمة بحق الآثار، جريمة بحق السياحة في مدينة تعتبر رمز الإسلام في شمال إفريقيا. نواصل وزينا ونمشيو لثالث مواضيعنا في البنت العريض، نحكيو على تصدي للاحتكار والمضاربة. والخبر البارح اللي كان دار برشا في المواقع. نعم. الإخبارية هو الإعلان عن حلول عملية جديدة للتصدي للاحتكار. كل قائل فيش تتمثل الحلول هذه؟ المدير العام للشركة التونسية للترقيم إلياس بن عامر أكد وأعلن أنه باش يتم رقمنة المنتجات، خاصة منها المدعمة والطازجة كالخضر والغلال واللحوم اللي تنطلق من أسواق الجملة، تعويضا للفواتير الرقمية بهدف مراقبة مسالك التوزيع والأسعار. من المنتجات اللي فيها إشكاليات على مستوى مسالك التوزيع، خاصة المواد المدعمة والمواد الطازجة اللي تنطلق من أسواق الجملة واللي بعد ما عش نعرفه وين مشيت، وإلا فما مواد طازجة كما الخضر والغلال واللحوم الحمراء تعرفوش دخلت المسالك المنظمة وإلا لا، كيف مخازن التبريد، المواد المدعمة كما الفرينة والسكر والقهوة والزيت، هذم الكل ينجموا بتابع المتابعة متاعهم على مستوى الفودرة وعلى مستوى المنتوج زادة. نمدوا صاحب العلامة
برقم، والرقم هذاك يعطيه مصدر المنتوج كمصنع معناه، وهذاك يخول أجهزة المراقبة باش يتعرفوا على المنتوج نتاع شكون والتركيبة نتاعه والمسالك اللي يلزم يسلكها، ومن هنا باش يتصدر لكل ما هو احتكار وكل ما هو مضاربة. بل تشوف الفاتورة ما تعرفش الفاتورة مطابقة مع المنتوج هذا ولا لا، إذا يخول للجهاز الرقابي وإلا حتى للمستهلك. لو يبدأ صاحب المنتوج منخرط في شركة الترقيم ينجم يتعرف على الخصائص الفنية للمنتوج بالهات الجواب بتاعه في أقرب الأجيال، مش يكون عنا حلول عملية ميدانية. رقمنة المنتجات للتصدي للاحتكار باسل ترجمان، وخاصة المواد المدعمة. مرحبا بكل هذه الجهود الخيرة من أجل أن لا يكون هنالك إلا يعني هذه هي الرقمنة، هذه هي تحويل المجتمع إلى مجتمع يتعاطى مع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان لخدمة المواطن. بتصوري أنه إنجاز كبير يذكر فيشكر، إن شاء الله نشوفوه في القريب العاجل حيث للتنفيذ. أنا نعتبر أنه كل إنجاز يتم من أجل ضمان أولاً أن المواد هذه توصل للمواطنين لا يتم التلاعب بها ذات اليمين ذات الشمال، أن يكون هنالك محاربة للاحتكار، هذا الكل في إطار المكاسب التي تتحقق لصالح المواطن التونسي، ليس مكسب سياسي لطرف هدايا، هو مكسب يحقق إضافة حقيقية يسهل فيها العمل على المواطنين ويساهم في ضرب المحتكرين وحرمانهم من الاستفادة من نهب ثروات الشعب. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يقول راه تونس تأخرت في إرساء الرقمنة، وهذا عنده تداعيات اقتصادية من بينها الغلاء الأسعار واللي كان ندد بها حتى رئيس الجمهورية مؤخرا، ولكن يعتبر وأنه فما اليوم مشاكل أو ثلاثة مشاكل رئيسية بالأساس تمنعك من أنك تعمل رقمنة أو تعيق الرقمنة. أولا غياب البنية التحتية الضرورية، ما تنجمش تخدم من غيرها. نقص المواد البشرية باعتبار وأنه لازم كفاءات هندسية تونسية باش تخدم الموضوع هذا، وعائق الإرادة بس الترجمان في تحقيق الرقمنة. اليوم فما توجه فما إرادة لرقمنة الإدارة التونسية ورقمنة بالأساس المنتجات الخاصة. البنية التحتية والكفاءة ما نشكوش أكيد فما كفاءة، لكن ما كانوش أو ما سلطوش عليها الضوء. أما البنية التحتية وغياب البنية التحتية الضرورية شنو يلزم اليوم باسل ترجمان باش نمشيه مباشرة في التسريع في رقمنة المنتجات الخضر الغلال المنتجات الطازجة خاصة الأسعار؟ مش نوضحه فقط زينة قبل ما ياخذ باسل الكلمة في علاقة بالترقيم، يعني هو شنو بش يصير بالضبط؟ المواد الطازجة اللي تتباع في سوق الجملة بش يتم إسناد يا ما كيوير كود وإلا كود أبار، معناها رقم تسلسلي للمنتجات هذه، معناها كاني في سنادق مثلا ولا كاني في شكاير ولا كاني في أي محمل آخر، ثم وقت اللي زاد يتم بايعها ويتم معناها تقسيمها المنتجات هذه كيف كيف كل منتوج ياخذ كود أبار خاص بيه. كيفاش نحكيو على الامكانيات زينا اليوم بابليكاسيون في سمارت فون تنجم تقرا كيوير كود، معناها اذا كان معناها وتنجم زاد حتى بسيت انترنت سامحني جينيري كيوير كود ولا بابليكاسيون تعمل كيوير كود خاص بيك، تكتب زينا زيدي تحط تليفونك على كيوير كود يجيك اسم زينا زيدي، معناها فالامكانيات نجم تكون كان سهلوها تسهل. انا حسب رايي نحكي بنيه تحتيه، عندك ايضا قبضات ماليه مواني ديوانه مطارات بلديات هذه البنية التحتية صحيح صناديق الاجتماعية أيضا. نعم شوف أنا في فقط في علاقة بموضوع المواد الطازجة بالضبط. خلينا أول حاجة أنه الإرادة الوطنية يعني الحمد لله تحققت. نعم. خاصة بعد تعطيل ممنهج اتفقت فيه أطراف سياسية في تونس على امتداد سنوات طويلة لمنع أن يكون هنالك أي رقم. لأن احنا نشوفوا حاجة بسيطة، الحاجة اللي حكى عليها السيد العميد عماد مماشا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني اللي حكى فيها على موضوع جواز السفر البيومتري بطاقة تعريف البيومترية. كان هذا المشروع من 2016 تم تعطيل ممنهج له على امتداد سنوات، وحتى يعني للسنوات بعد 25 جويلية كان هنالك أطراف لا تريد، إلى أن تم فرض هذا الموضوع بالإرادة الوطنية، وبالتالي ننتظر إن شاء الله يتم إنجازه وأن نرى بطاقة التعريف البيومترية. القضية ليس لها علاقة بالكفاءات، تبارك الله تونس بلاد فيها برشة كفاءات، القضية اليوم هي كيف يمكن الاستغلال والسير نحو إنجاز تكنولوجيا مرقمنة قادرة على خدمة المواطن وعلى خدمة الدولة وعلى تسهيل التفاعل. يعني نحن نشوف دول اليوم
زوز راكبين في كرهبة اللي قاعد بحدا السائق مش حاطط بطاقة مش حاطط حزام الأمان صحيح. تجيه على تليفونه الجوال على الهاتف الجوال بتاع المخالفة باسمه هو وليس لها علاقة بسائق السيارة أو هوني هدايا أمر لا يحتاج إلى معجزات ولا يحتاج إلى استثمارات مالية بآلاف المليارات. هدايا قضايا اليوم متوفرة تماما، فقط مطلوب أن يكون هنالك قرار بالتوجه إلى إيجاد ذلك كما عملوا تو في السوق المركزية وفي بالضبط. المواد المدعمة هذه تعمل الكيور كود وتعمل الكودابار وبالتالي ابدأوا وقت اللي أنت تبدأ المشروع وتحقق نتائج يراها صاحب القرار السياسي. نعم. لا أعتقد أن اليوم الدولة في تونس ما زالت تحتاج إلى أن يخسر المواطنين نصف يوم عمل وهو واقف في البلدية باش ياخو مضمون ولادة. يلزمنا هذايا والرقم اللي تسهل بالأساس حتى عمليات التجارة والتصدير داخلية وخارجية، وأعلن عليه هذا سي سمير عبيد وزير التجارة من أيامات اللي تحدث وأنه الرقمنا سيد خنا فيه الوزارة بدأت تحكي على التطبيقات لمراقبة المواد الأساسية ويقول راهو نحن قايمين بهذا بين الوزارة وفما شركة رقمنا بالمنسير أيضا اللي بدأت تشتغل مع وزارة التجارة على الموضوع هذا. يعطيهم الصحة، هذا يا أمر مهم، وخاصة ها عندنا شركات وطنية يعني مش ما يلزمش كل شيء. اليوم في قضية الرقم ما عادش ملزومين باش نكونوا في العاصمة، ما عادش ملزومين باش نمشيوا من بيرو لبيرو، هي كلها قادرة على العمل عن بعد من خلال هذه التكنولوجيا. أنا نتصور أنه اليوم ثم رغبة حقيقية حتى لدى مؤسسات الدولة ولدى الوزارات وإلى آخره. نعم. بأن يتم التغيير. أنا نتمنى أنه نحن في من هون النهاية 25 فما برشا حاجات عشنا وتولدنا وريناها في حياتنا نلقاوها تنحات تقليص من التلاعب، خاصة بس الترجمين في الفواتير في الأسعار، الفلاح اللي متضرر والمستهلك متضرر. نعطيك معلومة اليوم، نعطيك معلومة اليوم، حلقة كاملة اليوم في القلعة، في القلعة الكبير. نعم. كيلو البطاطا جاب بدينار و600 اتباع للمواطنين بدينار و900 اليوم دشار. اليوم هذه التجارب اليوم نحييو الناس اللي عملوا المبادرة هذه. انا نقول انه فما واجب على كل المواطنين في تونس المشاركة، على خاطر المستقبل هذا هو مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل أحفادنا، وليست قضيتهم من هو في المركز في السلطة اليوم غدوة. ونتذكر فما أبليكاسيون كيما هكا موجودة لوزارة التجارة، كي تدخل الصباح على الموقع فما أبليكاسيون فما جزء مخصص للأسعار. صحيح. المستهلك قبل ما يخرج قبل ما يهز قفته باش يمشي يقضي يدخل السوق بسوق يعرف الأسوام كيفاه. لكن فجأة اختفت، ما اختفتش، موجودة من الأسواق اللي تتبعث ولا اللي يراقبوها كي تمشي على السوق على الميدان، ما توقع حتى يشبه البعض تتبدل الأسعار هذيك ترتفع. كنت ذاك في أحد الزيارات لرئيس الجمهورية بأحد الأسواق بالعاصمة اللي قالوا وين السوم وين الثمن اللي من ناحية ناحية كل شيء اللي تتنحى وتتحط وبالكيف. حتى البيع هنا أنت تحكي على القشرة ما حتى فما بيع فيها موالية أكيد. شوف، هي ليس اتهاما لأحد وليس تبرئة لأحد. أنا نعتبر أنه في كل تجربة تم المخطئ وفما المصيب. أنا نقول أنه علينا أن ندفع الناس باتجاه أن يكون هنالك مراقبة تحد من مستويات الفساد المتعارف عليه. يعني أنت وقت يكون عندك الابليكاسيون وقت تدخل باش تشري قهوة ولا سكر ولا باش تشري من السوق المركزية خضار ولا غلات، هذا الكيور كود متاعها يكون معروف وقديش خرج السوم وقديش باش يوصل وقديش باش يتباع، بحيث يتم محاربة من يسعى لصناعة الفساد ومن يسعى للارتزاق ومن يسعى خاصة المضاربة، وخاصة أنه نشوف اليوم أنه فما ناس قاعدة تضارب في البطاطا في تونس، وهذه صحيح. حاجه ما عادش مبينه في الحاجات اللي نجوم عاش نحكيو تو قبل كي نحكيو او كانت فما تعلك تقول الاسواق غاليه يقول لك ما هذا مستورد وما العمله الصعبه هاو. نحكيو على البطاطا والطماطم والمنتجات المحليه، تونس من اكبر منتجي ومصدري القوارص، تمشي تشوف الاسعار القوارص بانواعها اي يعني معقول المدلينه ب 9000 يا اخي مولا باش عرف. حتى العصير اللي كان قبل في المتبام مازال نفع مازال مش الوقت وغيره، اما نحكيو حتى عم ناولوا الاسعار اللي قبل الاسوام اللي طالعه في اسعار يعني خياليه.
هذه زاد في مستوى فيه؟ الغلال تو الغلة الوحيدة اللي سومها تو ولا مقبول وعادي هي الرمان. الرمان على خاطر تبارك الله صابة كبيرة، خاطر فما مناطق جديدة. عملوا الرمان اللي تحكي عليه في بعض النقاط وفي بعض الولايات اللي تنتج فيه الطيش الرمان. نعم. بسبب غلاء الأسعار متاعه ما مشيش للمواطن وما مشيش للمستهلك بأسعار معقولة، ما مشيش مصبرات وما مشيش لمعلبات لمصبرات. في الأثناء لقيناه مرمي ودارت الفيديو في عدد من الويدين عليه على خاطر علاش تما كنت تنجم تبيع أنت مستنفع كما الرو في الدقلة، كما الرو في الدقلة، الدقلة اللي يتم تو تهبط للمرشيات تلقى كيلو دقلة ب 3000 و4000 القديمة هذيك اللي خباوها هي في وين ينجوه ما فهميش السوم هذا اللي تحكي عليه. نعم خاطر هبط هبط المرشي أريانا تلقى دقلة قديمة ب 3000 4000 فين في 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 دارها كما يقول في قبل وفي توزر الأسهم هذه ما عادش على خاطر الترجمة على خاطر من تسمع من 9000 7000 على خاطر على خاطر كان تم مجموعات كانت تقوم ب يعني هاو جاي رمضان توصل 15000 هذيك هي جاي رمضان وكانوا يقوموا فهمتني وكانوا يتلعبوا بها على امل ان يتم تصديرها وما زالوا يتلعبوا على امل ان يكون هنالك تصدير لها. اي ما يصيرش تصدير فلوس مرحبا اما هم يعرفوا انه السلعه اللي يضربوها اللي دخلوها للفور ويضربوها بالغاز هذيك ما تتصدرش وما تتباعش على خاطر تفسد. هذه هي الإشكالية اليوم، هستيريا الربح وهستيريا جمع الأموال بكل الوسائل هي اللي تسببت بشكل كبير في ضرب قيمة الدقلة التونسية سواء في المستوى الوطني أو في المستوى التصدير ليها. نحن نعرف فما أسواق كبيرة، آخر سوق وأنا سعدت بالمعلومة هذه آخر سوق يتم بدينا نصدره لي صدرنا 20,000 طرناطة دقلة هي أندونيسيا، حاجة تفرح القلب وإن شاء الله يكون هنالك. أندونيسيا الحقيقة تدعم في المجهودات الاقتصاد التونسي بشكل كبير على مستوى الفوسفات وغيره. والسوق المغربية زاد من أهم الأسواق، أكبر سوق مستوردة للدقلة التونسية. هو فقط زينة في علاقة بتطبيق شركة سوتوماغ لأسواق الجملة والأسعار، أكيد هو أنه التطبيقة هذه وتقنية الترقيم بالنسبة للمنتجات ممكن أنها تضفي شكل جديد يكون أنجع في علاقة بالأسعار وخاصة متابعة المواد هذه وقت اللي تخرج من سوق الجملة حتى لنقطة البيع حتى لنتوصل للمواطن، ويمكن زادة حصر هون المنتجات اللي تكون منتجات جاية من مسالك أخرى ما هيش مسالك رسمية يتم التعرف عليها إذا كان ما يكونش عندها الرقم التسجيلي ولا الكيو ار كود، فهوني زادة يمكن يسهل هذا أكثر على جهاز الرقابة أنهم يميزوا بين ما هي مواد من مسالك رسمية ومواد من مسالك الله أعلم بها منين. الله أعلم به منين والله العظيم. الله أعلم. أما الحاجة المهمة أنه التكنولوجيا وجدت من أجل نعم هذه حكاية الفريقوات اللي ولات تجارة في تونس يجب أن يكون هناك لا مش كي يقولوا هكا معنى باش نضربوه بخاطر لا يخدموا ربيعينهم أما مش شيء كيف يزيد على الحد ينقلب ينقلب. وأنا نقول أنه يجب في وزارة التجارة أن يكون هناك جزء مختص في مراقبة هذه المسالك لهذه الفريقوات اللي قاعدة تقوم بحجز وجمع كميات كبيرة جدا من الخضر والغلال ورفع أسعارها بشكل لا يمكن أن يكون متناسب مع منطقية العرض والطلب اللي يجب تكون موجودة في الأسواق التونسية. على أمل لنوليو شي هكا نرجو نحكيو على أسعار مقبولة. يا حسرك قبل 10,000 قديش كانت عندها قيمة إيه؟ وتجيب لك برشا خضرة وبطاطا وغلة وأنواع. اليوم طارت الأسعار ناس كلها تتمارس شوف. من وين مسلك التوزيع نعم والرقابه انا اجهزة الرقابه انا نقول انه اجهزه الرقابه كيف تخرج حتى هما ما عندهمش امكانيات كبيره ولكن اجهزه الرقابه لازم تكون دوري باش نراقب وغدوه نخلي هو عمل مستمر زينه ما لازمش يتوقف عمل الرقابه. نتفهموا في حاجه، اولا احنا عندنا يعني مؤسسات الدوله هي عبارة عن مؤسسات متعاونة فيما بعض ما بين بعضها يعني وقت اللي نحن نحكيه على وزارة التجارة راهي عندنا زادة بحذاها وزارة الداخلية وزارة الداخلية بحذاها المعتمدين بحذاهم العمد. أنا نتصور أنه يجب أن يكون هنالك تعاون وتنسيق كامل ما بين كل الإدارات
من اجل ضبط القضيه هذه. الجانب الردعي دونك انت تحكي وتقول الحل ردعي بامتياز. ليس قضيه ردعيه، انه مهم جدا انه كل يوم تكون المعتمدين والعمد والولات يقوموا باطلاع وزاره التجاره على كميات الموجوده اللي عندهم في الاسواق وعلى النقص اللي موجود وعلى الاسعار، على الاقل يكون هنالك معرفه انه وين 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 الخضر، وين الغلال، وين المواد الاساسيه. هوني فما نوع من الاداره التي هي تعمل مع بعضها أما بعيدة على بعضها. أنا نتصور أنه المهم أن يكون هنالك تنسيق حقيقي بين كل هذه الأطراف من أجل خدمة مصلحة البلاد وتخفيض من الأسعار لخدمة المواطن. في الأثناء رفيق دريدي بيسأل ترجمان اليوم كيف نحكيه على مكافحة الأسعار من جهة، وعندك المواد اللي تنافس عليهم السلع التونسية أيضا وك تمشي تلقاها موجودة على قارعة العرض وهذا مطلوب. نعم. المستهلك يختار، تلقى مواد تونسية غالية ومواد مستوردة أرخص، حتى في مواد التنظيف. شوف وهذا أي مستهلك راهو تنجم يلاحظها عليه. شوف لأن اللي نستوردوها الماتيغ اللي نستوردوها أرخص من اللي منجم. لا لا هذه في كل شيء هذه سياسة ممنهجة من أجل ضرب الصناعات الوطنية وإغلاقها وإغراقها، هذا متعارف عليه. نحن شاهدنا منذ من المستفيد من هذا؟ مستفيد هي الأطراف التي تقوم بإغراق الأسواق التونسية بسلع أجنبية نحن ننجو منها منذ عشرات السنين. هذه الحكاية كما البلاستيك مثلا، نجيبوا بلاستيك من دولة معينة. نعم، وكما شو اسمه هذاك الصابون اللي بتاع غسلان اليدين، وكما اللي دونتي فريس كلهم أرخص من المواد التونسية. نعم، هوني ثم حاجتين. الحاجة الأولى أنه يجب أن يكون هنالك مراقبة عند الاستيراد لحقيقة أسعارها مقارنة بالأسعار التي تباع فيها في الأسواق هذه. خاطر مش معقول أنت تشري حاجة سومها كذا في الدولة هذيك باللورو تجي لتونس هوني تولي سومها أقل من سوم السلع التونسية. ثاني حاجة هي يعني وهذه أنا قاعد نشوف فيها وتسعدني الحكاية. أنه اليوم فما دعمه فما مساندة كبيرة لشركات تونسية قاعدة تطور في أنفسها، تطور في منتجاتها وقاعدة تستعيد افتكاك السوق متاعها. هذا هي المهم، يجب أن يعود هنالك التشجيع على الاستهلاك المحلي. وهوني حاجة جديدة، عادي جدا أن نلقاو مواد تنظيف تونسية ب 10 و 12 و 13 دينار، عادي جدا على خاطر هوني لا نحكي لك مقارنة بالأسعار الحالية، مقارنة بالأسعار الحالية على خاطر هم أرادوا تدمير وإفشال وإفلاس المؤسسات التونسية باش نوليو نحن سوق يبتلع كل فائض الإنتاج عندهم وندفعوه من خيرات وإنتاج بلادنا باش يعيشوا هم بها. فقط كلمة قبل ما نخليه المجال لفيصل في فقرة عينك على الإدارة زينة، هو حملة استهلك تونسي وأشتاك 619 ما زال متواصل، وأكيد باسل كونه ثقافة الاستهلاكية للتوانسة شيئا فشيئا ستتغير ونعاولوا على مصنعين التوانسة زادة حتى الممرضات الإشهارية رجعونا الممرضات اللي في عينك أحلى صحيح كامل برا بالضبط هذيك هي كل راهو حاجة المستهلك وشوي من المستهلك شوي المنتج وشوي من الناس اللي تقصر وسائل الإعلام العمومية مطالبة أن تقوم بالعمل هذايا لخدمة الاقتصاد التونسي. وسائل الإعلام وسائل نخدم ورانا في لا نعملوا الوظيفات الإشهارية عبعثوا لنا ومضات ونعديهم باهي تو نعملوها أنا وياك. وباش نحكيو على موضوع لا يقل أهمية على الكلام اللي كنا نقولوا فيه في عينك على الإدارة اليوم، شيكات المصحات، الشيك دو غارونتي، شيك الضمان اللي تفرضوا المصحات الخاصة على المرضى. هذا موضوعنا تود سويت في عينك على الإدارة. عينك على الإدارة. أهلا وسهلا فيصل شابو، تحياتنا لك. لقيت هذا كل يوم في عينك على الإدارة، نسلط الضوء على إدارة على موضوع اليوم نحكيه على الشيك دو غارونتي، شيك أو صك الضمان شيك الضمان اللي يطلبوه من الصحة الخاصة على أي مريض مهما كان المبلغ قديش تقريبا
اللي كل ما صح حسب حسب. مرحبا بك قبل كل شيء سينا، مرحبا سي ياسر والساده المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه. الشيك دو غارونتي هذايا اكيد ما نجموش احنا نحدوا معناتها المبلغ نتاعو قداش، حسب تقريبا من مليون خمسة ملايين اي حسب كل ساعات الحاله، فهمتني؟ احنا قبل هذايا كل احنا حابين نسال راي المواطن التونسي في الشيك دو غارونتي هذايا. فما يقول لك ساعدني شويه، فما لا، فما تذمر زاد نتاع مواطنين يقول لك الشيك هذا اللي قال يساعد يقصد على اللي خلص الشيك اللي خلص وقادر معناتها، فما اللي معناتها تبدا ظروفه صعيبه شويه ما خلتش باش يخلص الشيك هذا، راه حاجه معناتها تاثر عليه خاصه كي يبدا في حاله مرضيه معناتها صعيبه شويه ويلزم يتلقى العلاج. احنا خرجنا للشارع التونسي سالناهم في الميكرو تطوير هذايا وراجعين للتعقيب. اهلا بخويا، كي شوي على الشيك دو غارونتي خاصه في المساحات الخاصه. اي انت تو الموفمون تاع حكايه البنوك ما عرفش ثم انت والمساحات الخاصه، ثم اللي يطلبوا ثم اللي ما يطلبوش. كانوا قبل يعطوا العباد الشيكات دو غارونتي، يعطيك على 3 اشهر، يعطيك على كيما الكمبيال، يعطيو هما الشيك دو غارونتي. اما كي يجي الاجل نتاعو يصب اصلا في الكلينيكات لازم تتوفر الحلول، معناها باش الانسان يلقى كيفاش يداوي في اللحظه هذيك، خاطر كما نقولوا خاصه الحاجات المستعجله، في الحاجات اللي ما تصبرش، اللي نجم واللي يقدر. فما سابقا سبق لي وتعاملت به، وساعات انسان وقت الغسره ما ينجمش اون طون كو سالاري، بالطبيعه هما يخموا في معناها في روحهم اكثر من يخموا في لي باسيون، سي فري. هذه هذا كانت رأي بعض المواطنين اللي سألناهم فيما يخص الشيك دو غارونتي في المساحات الخاصة، بين اللي فاهم واللي مش فاهم، واللي يقول لك الله غالب، واللي يعرف اللي هو ساعات يمشي مكره أخاك لبطل. بس الترجمين الشيك دو غارونتي والشيك الضمين اللي اليوم ممنوع قانونا، أما من حقها المصحات تقولك باش داغم بعض ونأخذ رأي المصحات اللي يقولك وينك فيش نضمن حقي. يعني هي في الأثناء في 2017 كنت أتذكر حادثة شهيرة في أحد المصحات الخاصة، البنية اللي توفيت لأن وقتها ما كانش فما الشيك دو غارونتي، ما عندهمش حتى الورقة بتاع الشيك باش تكتب، ما فماش، فماتت. وبعد حتى وزارة الصحة أنا ذاك تحركت وتم فتح تحقيق، أما البنية ماتت الله يرحمها. يعني هي قضية مكره أخاك لبطل من الجانبين، من جانب المواطن اللي ماشي للمصحة باش يتعالج، ما ينجمش يقبلوه، ما ينجمش يعملوا له الدوسي نتاعه والى اخره، حتى لو كان في حاله درجونس ولا حاله طوارئ ولا اي حاجه، الا ما يعطي الفلوس. وهذه اشكاليه كبرى يعني تواجه الناس، خاطر انسان بالنسبه لي اللي ماشي المصحات بشكل عام ماشيين في وضعيه حرجه، ماش ماشيين باش يتخلعوا يعني الا وبالتالي في الجهه الاخرى المصحات تقول لك انا شنو الحل، اني باش نضمن الاموال اللي انا نصرفها يعني تكاليف العلاج نتاع المواطن او اللي جاي لهون. انا نتصور انه تعويضها يجب أن يكون إما من خلال كمبيالات قانونية يتم استعمال الكمبيال، وإلا من خلال مبلغ مالي نقدي يتم وضعه في المساحة، على خاطر شيك الضمان مخالف للقانون. ونحن تو داخلين بعد من هوني 3 شهور في تقنيات جديدة لقضية الشيكات، تولي الشيك ما عادش شيك ضمان، ولا شيك مباشرة يتم إيداعه في الحسابات، وهوني باش ندخلوا في أزمة كبيرة. أنا أتصور أنه وخاصة اليوم حتى بالنسبة للناس اللي عندها اللي تبيع بالطلوق وإلى آخره، اليوم فما إشكالية باش تبدأ من نهار 2 نوفمبر أنه الشيكات 90 يوم و90 يوم باش تولي عندنا مشكلة. يجب أن يكون هنالك مراجعة سريعة، ولكن احنا نحكيوا اليوم على المساحات الخاصة ربحية متفقين، خاطرهم دايوغ يتصنفوا حتى كما النزول الاستشفائي وغيره، ولكن من جهة أخرى نحكيوا على حياة إنسان، على صحة إنسان، على عبد، كيفاش نلقاوها الخط الفاصل هذا؟ هم يضمنوا حقوقهم والمريض يتلقى فقط الخط الفاصل هذا. زينة وسي باسل ومعناتها وتعقيبا لكلامك سي باسل، احنا باش نزيد نسمعوا معناتها الخبيرة في الجباية السيدة لبنى السيفي اللي حكيت وعطات توضيح فيما يتعلق بالشيك هذا، ونرجع للتعقيب.
هو بقانون الشيكات الجديد، فالحلول البديله اللي يمكن تلجا لها توا المساحات انه باش المريض باش يدفع تسبقه كل عاده باش تكون فما تسبقه، خاطر المساحه ما تنجمش تستقبل المريض من غير ما تاخذ حتى تسبقه على التكلفه اللي باش تتحملها. التسبقه هذه باش تكون نقدا، ووقت اللي توفى وقت اللي يوفى التدخل لفئه المريض هذاك، يا اما التسبقه باش ياخذ منها الباقي اذا كان التدخل اكثر من تسبقه، وهذه راهي حالات نادره خاطر الاغلبيه يعني التسبقه هذيك ناخذوها بعد نتشاور مع الاطباء يعني نوعا ما شنية التدخلات المحتمله لفئه المريض، يعني الاغلبيه الحالات باش تكون تسبقه اقل برشا من التكلفه الجمليه نتاع التدخل لفئه المريض، والبقيه اذا كان المريض قادر باش يخلص بطبيعة باش يكمل يخلص، وإلا باش يولي ناخذه من عنده كمبيالات بطبيعة. لهنا باش تولي المصحة تطلب كمبيالات اللي تكون القوة الثبوتية متاعها أعلى، فباش تنجم الأغلبية تطلب منه أنه يصحح اعتراف بداية عند عدد الإشهاد، ويحط فيه معناه اللي هو مدين المصحة الفلانية بالمبلغ الفلاني، واللي باش يتم الخلاص عن طريق الكمبيالات، ويحط الكمبيالات وعدد الكمبيالات والمبلغ والتاريخ إلى آخره، وإلا تكون كمبيالات معناه مضمنة من كمبيالات أفاليزية من قبل البنوك. لهنا تكون المصحة متأكدة اللي المبلغ الكمبيالة هذيك باش يدخل في حسابها عندما تقدمه للخلاص. هذه لبنى السيفي خبيره جبائيه لدى مساحه خاصه، أيه اعطتنا شنو الحلول اللي مشكوره انها تفاعلت معنا، خاطر فمشكون ما حبش يتكلم، فمشكون ما حبش يصرح، فما شكون طايش لها الكره وقال لها تكلم. هاك هوني اعطت الحلول البديله. الكلمه زينة هي انه لابد من اليوم البنك المركزي وزاره الماليه وزاره الاقتصاد ان تعطي قيمه حقيقيه للكمبيال من اجل ان يكون له قدره على سداد الديون، ويكون عنده ثقة لدى من يتعامل به. نعم. من أجل تجاوز الإشكال وضمان استمرار تزويد الأسواق وعدم إيجاد مشكلة قادمة فيما يخص قضية دفع الأموال بالنسبة لكل القضايا سواء مصحات أو غير مصحات. حياة الناس راهي ما هي اشتراعبة. بس الترج من صحيفة ما مصحات ما ننكروش دورها الوطني اللي لعبته، لا واللي يقول لك ما ليس ما ليس اتهام، بالعكس لهم كل التقدير، يصرفوا زادهم وعندهم كل فرق. نعم، وعندهم إطار طبي وإطار شبه طبي وكل شيء، حقهم لازم يقال. نعم. ولكن أيضا ساعات المريض اللي يمشي واللي يلتجئ لك أو يلجأ لك وهو في الوضع اللي هو فيه، بابا فخصمه حط لي 5 ملايين في الكيسة ولا مليون ولا على الأقل يكون المبلغ معقول، معقول 500,000 لا يشتكي. نعم. ولا يجوع ذئب ولا يشتكي الرعي. نعم. هذه هي مراجعين بعد الأخبار الماضي ساعة نرجو نحكيه على موضوع زيت الزيتون في الأثناء. كيفاش تكون حياتكم بعد الريتريت؟ كيفاش تكون حياة لي بيرسوناج المسنين في تونس؟ هل هي حياة جديدة أم باش يتعرضوا لنكران المجتمع؟ هذا الموضوع تلقاوه أبارتيغ من الماضي ساعتين مع ملك يزيد في الفوروم بيت العيلة. راجعين بعد الأخبار. استوديو الوطنية.